السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الباراك هادي عندها الاسم طلقنا الاسم ديال لاغرانج، لان قديما كانت تابعة لهادشي ديال الفلاحة وداكشي. المهم سمينا لاغرانج. الخوت هادي هي الغابة اللي قلت لكم اللي غادي ندخل معها دابا، وغادي نوضح لكم فين كاينة الكلية. فوالا يعني هاد لاباغا كادير تحت منا كاينه ان غروند كاف، و الى كنا درنا فيها واحد الحفله ديال واحد الاخ ديالنا جزائري مسلم تزوج بواحد الاثيوبية مسلمه ومع الصوماليه، وعرض علينا مسكين هنايا لان كان كيصلي بينا التراويح وداكشي، وعرض علينا مسكين وجينا هنايا وجنا ليه كادو وداكشي وهذا، ودار الزواج ديالو والحمد لله، يعني سهل له الله بعد ما كان كيقرا لينا في المسجد وداكشي. وكان كي شوفوا هذا الانسان هذا كان كيعيش هنا بلا اوراق، جا على طريق فرنسا وجا لهنايا، وكان دائما واخا ما عندوش اوراق كيجي للجامع، وصادفتو انا عندي في الدار تقريبا شي ثلاثه المرات، كنكون درت الكسكسو كنعيط ليه باش ياكل معنا الكسكسو كيعجبو. و اللي بغيت نقول وهو بقى كيصلي بينا وداكشي، وفي الجامع تعرف مع واحد الصوماليين هما اللي قدموا لي البنت ديالهم عجبهم ترانكيل، وداروا ليه باش يديروا ورقاتو ويتزوج على سنة الله ورسوله. فوالا المهم في الوقت ديالو هو ديال انه كيعيش هنا بلا اوراق، اش كان كيدير هو؟ كان علمي يعني جا من الجزائر قاري. اش كان كيدير؟ كيجي لليونيفرسيتي والدراري كيدبروا لي على لي غيزيدو السوايع، وانا بنفسي شتو في الطاوله خارج حدا المقاهي ديال اليونيفرسيتي كيراجع بهم وداكشي، وتسلمنا وخليتو. يعني كيراجع بدوك الدراري كيزيدو السوايع وكيدورو معاه للساعة، دار معاهم ساعة ساعتين ولا كيعطيوه سميتو النصيب، وبقى مسكين حتى دبر على راسو ودبر على خدمة واعرة، وخرج من هنا من هاد المدينة ومشى لجنيف، ساكن في جنيف. داكشي هو السبب اللي مبقيناش كنتلاقاو بيه وداكشي، وكان كيجي مرة عند شي جزائريين ساكنين حدايا، والعلاقة ديالنا واخا ما كنشافوش علاقة متينة. فوالا الخوت قلت لكم قضية الغابة هي هادي، شوفوا تبارك الله. فوالا وها المؤسسة اللي هنا كاينة ان غروند بيبليوتيك، وكاينة يعني كيقراو فيها وداكشي، وكاينة ان غروند بيبليوتيك. فوالا ها انتم الغابة دايرة بها الغابة، يعني هنايا خرج بالليل خرج بالنهار ترانكيل جامي تاغيف مالور جامي. يا الخوت هاد الطريق هاديك كنشدها كنمشي ديريكت مول لاك، راه كتشوفو لاك من هنايا زرق، هادوك الجبال ولكن كاين لاك كاين الماء، الماء راه باهت. انا نكبر شويه فوالا، شوف الخوت هذاك راه الماء، وهذاك اللي فونسي في لاكولور هذوك هما الجبال والسكنه اللي في الضفه ديال فرنسا اللي ملاق اللي مفارقنا معاهم غير لاك. فوالا هانتوما الخوت ها الغابة، مازال الغابة، شوف مازال. وهاد لينيفرسيتي جات هنا الوسط، يعني من موراها الغابة داير بها الغابة، وهاد المكان كله ما شاء الله خضرار فوالا. وخا كاين لي جون سيكيريتي ولا هذا، ماشي كيستيون ديال لي جون سيكيريتي، انا كنشوف هذاك راه سنا جون سيكيريتي اللي لابس سميتو نزومي عليه،
فخوت سي ان اجون سيكوريتي، ولكن ما يعني ماشي الحضور ديالو هو اللي مخوف الناس، الناس في الدم ديالهم هاد المسائل ديال التعدو داكشي باش يتلقى لك شي واحد يجريس، ما عندهمش هادشي، ما عندهمش الخوت هنا في هاد البلد نحكم عليه ما كاينش. ويلا مشى تطرت لشي واحد شي اغريسيون هنا عرفوا بان راه شي واحد براني، براني على البلاد، يعني جا كلونديستان ولا شي حاجه بحال هكايا. لان كنشوفهم انا كنشوف خوتنا العرب المسالين في دماغهم، شي وحدين مسالين في دماغهم هنا في سميتو عندنا، كنشوفهم في هذاك وما نكذبش عليكم اشمئز من هذاك التصرفات ديالهم. بنايات يعني موجوده في وسط هذه البنايه الجديده، راه ما خلي الوقت اللي كنت كنجي انا ما خليتهاش، ما كانتش 21 سنه راه ما سهلاش، راه داخل في 22 سنه دابا. هذيك مؤسسه ديال يعني كاينه كليه هنايا، جزء من الكليه، من الكليات اللي كاينين اللي وريتكم في الفيديوهات السابقه، وهذه كلها اللي كتشوفوا مكتبه، كلها مكتبه ديال اليونيفرسيتي. ها انتم الخوت هاد المؤسسه اللي جديده، واش ومن الجهه الاخرى غادي ندخلوا الفصل الربيع هذاك سميتو يعني التشجير اللي كيعطي الشكل ديال الغابه. فوالا غابه ما عندنا ما نقول الا كلمه غابه. فوالا الخوت وهذه هي الطريق اللي غادي نمشي بها لاك ان شاء الله. ودابا هنا هذه البلاصه كلها تيرانات، فوالا تيرانات. وغادي نزيدكم واحد القضيه اخرى، واحد القضيه اخرى اللي حنايا ما شاء الله نفتقر لها. الناس راهم واقفين هنايا لان عندي الخضر انايا، بغيت نخليهم يدوزوا ولكن خصني نتحرك. فوالا هذا سيت ان اسباس، اسباس فير كيجيو في الوقت اللي كيكون عندهم السبور داكشي كيجيو هنايا، التريانات كيلعبوا الاخوان الكره، كره القدم وداكشي. وكاين تيران هنايا دابا نوريكم، شوفوا الخوت هذا المنظر خلاب ديال هذا الشجر طوال كبار تبارك الله. بالمناسبة الخوت كتشوفوا واحد الباتيمون، واحد البناية، بناية بيضاء انا كبرت عليها. عرفتوا الخوت هادي شناهي؟ هادي سيتين سال دو سبور خاصة لصحاب لينيفرسيتي، ودايرين لهم واحد الثمن رمزي ديال 20 فرون. تدير البطاقة ديالك بانك ايتيديون كتخلص 20 فرون الشهر، 20 فرون بحال اللي قلتي اخوتي في المغرب عندنا 400 ريال 20 ديغام، يعني الطلبه دير لهم 20 درهم. هذا هو المفهوم ديالها، ما ولكن لا كونفرسيون ديال 20 فرون اون درهم سا دون 200 درهم. ولكن بغيت نقول لكم اخوتي هنا كيحط 20 فرون يعني بحال كيحط في المغرب 20 درهم. فوالا وهنا كاين هاد الكريج كتشوفوا، راه كاين تيران ديال الفوت، ولكن هنا تيران ديال الفوت وفيه داك يعني لي كولون ديال اللي بغيتي دير فوتينغ بحال اللي كاين في الالعاب الاولمبيه، تيرانات ديال كازابلانكاز مثلا. وهاد البنايه اللي كتشوفوا سميتو، هاد البنايه هادي ديال دوك الباخرات وداكشي ديال كيكريو الحوايج ديال العمال ديال اش كيقولوا ليه ديال لا بلونجي، وكتكري داك سميتو كتكري من عندهم الا بغيتي تدخل وسط اللاك، اما بهذيك الفوال ديال الفوال. المهم كاين واحد الماتيريال اللي كتاخذ من عندهم هنايا، غنقربوا لهم شويه ونوريكم اش كاين. انتم الخوت كيكريو هاد سميتو اللي بغى يدخل وسط الماء ب سميتو اش كيقولوا ليه هذيك لا بلونش، كتكري من عندهم الحويجه تلبس، اما شي واحد راه مشاو كي غادي يمشيو يدخلوا وسط الماء. عندهم هذوك ديال السيرف، الوقت اللي كنت كنجي انا ما كانش هاد الارض مصيبه بحال هكا، ولكن صيبوه انا كنت خليتهم كيصيبوا
التيران تبارك الله، يعني بغاو يلعبوا الريكبي، بغاو يلعبوا الفوت، كيجيبوا لي راه البارات في البارات باش كيبغيو يلعبوا الفوت، كيجيبوا دوك البارات. فوالا، وكاين تيران الباسكيت ما شفتوه، تيران الباسكيت كيبان لكم من هنايا. كنت كنجي هنا وغادي نقول لكم واحد ليفينمون، انا كنت كنجيب لهم كسكسو هنايا القسم بالله، الا كنت جيت مشيت ثلاث مرات القصعه ديال الكسكسو هنا، والاخوان داكشي وكلشي واكل شارب وكنا بخير. كان انا كان صاحبي كان خدام هنايا حارس ديال هاد، هو اللي مكلف بالتيرانات وداكشي. ايام يا الخوت، هنايا هاد لافي من هنايا عجبتني، قلت نبدا لكم نكمل لكم فيديو من هنا. يعني البحيره، البط برك ابيض كيبان لكم من هنا. نكبر شويه الصوره باش تشوفوا عن قرب. فوالا، بحال فكرني هاد الرصيف في المون، ملي كنت كنمشي كنعوم في المون ايام زمان. شفت السيده جابت البيكالا ديالها، يعني راه جابت لومبر ديالها والمشروب ديالها وكلشي داكشي في الزاد في الصاك، وغادي تاخذ واحد الساعه ولا ساعتين المكانه ديال التشميشه وداكشي، وغادي تمشي المحاله من بعد. المهم كيجيو الناس كيقضيو التسليه ديالهم هنايا، حتى انا ان شاء الله غادي نبدا نجي هنايا، مع يسخن شويه الحال. ها انتم الخوت، تقول انت غير حنا في هاواي. هو الناس غيبداو يجيو دابا لابريميدي، الناس اللي ما خدامينش وداكشي راه كيبداو يجيو يدوزو الوقت هنا شويه وداكشي. فوالا، ما غاديش نطول هنا دابا، حتى انايا خصني نرجع للدار. انا نيت ندير واحد التويشه ونقضي شغلاتي تانايا، الدريه كتسيني تانا نجي من المدرسه. ايوا خوتي، غادي ندير الروتور مع فهمتي، هما جاو هاد الناس تا هما غادي يقضيو الشغل ديالهم تا هما هنايا لا جورني ديالهم. فوالا، وكتلقى الناس كيجرو كاع هنا كيديرو فوتينغ، اما لداخل في التيران ولا كيديروه على الرصيف، كاين اللي كيعجبو يتمنظر على الرصيف. هذا مكان. ايوا نعاودو نديرو الروتور اونزون اخوت. تبارك الله عليكم، خليتكم على خير. الى عجبوكم الفيديوهات ديالي اخويا ديروا تعليق، اخوتي ديروا تعليق، التعاليق ديالكم راه كتعجبني، كنرد عليكم في التعاليق. واللي عنده شي صاحبو شي صحابو ولا شي بنت عندها صاحبتها ولا صحابتها، ما نكرهش يتقابلونا حتى هما، يبقى يجيو من الجديد ديال هذا البلد هذا. وكيف قلت لكم دابا، انا كندير غير فيديوهات على لي سيكتور اللي عندي في نفس المدينه، وان شاء الله من بعد ملي ندوركم على لا فيل ديالنا ديال لوزان، غادي ان شاء الله نبدا نمشي للمدن الاخرى. غادي ندخل لكم لجنيف ونمشي لزيريخ ودوك المدن اللي مشهورين ومعروفين وسميتهم، وحالف حتى نمشي ان شاء الله لواحد المكان غنشري فيه والكيسي ما كاينش. انت اللي غنك كل يوم منك كيسي، غادي تشري وغادي تحط الفلوس وما كاين، وغتاخذ الصرف ديالك وما كاينش اللي غادي يدي ديك الصندوقه ديال الفلوس. لان فايت مشيت لهذا المكان هذا في الطريق ديال جنيف، وغادي نمشي عند واحد الصديق ديالي كيعيش في مدينه بازل، مدينه بال وبازل بهذيك اللغه ديالهم سويس الموند. دونك غادي نمشي عندو، حتى هو كان داير واحد الفيديو فيه هذيك في واحد الحانوت ما فيش كيسي، كتجي كتاخذ اللي بغيتي وكتحط الفلوس اللي مقيده على مارشانديز، خديتي حك الكوفيتير كيعمل 3 فرون، حط 3 فرون. هذا مكان. ايوا، خليتكم نودعكم الخوت على هاد الطريق الجميل، غابة بوفسكورة 5 طوال. هادي راه غابة بوفسكورة 5 طوال. يلا خوتي، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، ما سخيتش بكم.